السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الفيديو الثاني بسلسلة فيديوهاتنا اللي نتكلم بها عن Transformation of Stresses ودائرة مول. دائرة مور. بالفيديو السابق وصلنا إلى نتيجة إنه إذا كان عندنا فد إليمنت متناهية في الصغر مثل اللي موجودة بالرسم على الجهة اليسرى، في حال إنه سلطينا عليها فد set of stresses وسوينا عليها rotation مثل ما موجود بالرسم اللي على الجهة اليمين، فنتيجة هذا التدوير راح يكون عندنا new set of stresses عرفنا بالمعادلتين 2 و 4 اللي موشوفها حاليا قدامنا. طيب السؤال اللي ممكن انه يتبادر الى ذهننا، في حال انه كان التدوير بزاوية ثيتا معينة صار عندنا تغيير بالإجهادات، اذا زيدنا التدوير زادت الزاوية ثيتا، هل انه راح تزيد راح تنقص الإجهادات، وما هو اكبر قيمة للإجهادات من الممكن أن نوصلها؟ بالحقيقة الباحثين السابقين من اشتقوا هذه المعادلات وصلوا إلى نتيجة أنه راح يكون عندنا إجهادات يسموها principal stresses. هاي principal stresses هي تمثل maximum stress و minimum stress مرافقة لزاوية تدوير معينة سموها theta principal or theta p. فإحنا إذا ردنا أنه نعرف أقصى إجهاد من الممكن أنه نحقق نتيجة التدوير، فببساطة شديدة كل اللي نسويه إحنا أنه نشتق المعادلة رقم 2 with respect to theta. ليش with respect to theta؟ مو بس لأنه theta هي زاوية التدوير الموجودة عندنا، وإنما لأنه إذا تلاحظون هذه المعادلة المتغيرات اللي موجودة بها هي sigma x sigma y وtheta، وبما أنه sigma x وsigma y بالحقيقة هي مو متغيرات، هي أرقام ثابتة، هي حالة الإجهادات قبل التدوير، فبالتالي المتغير الوحيد اللي موجود عندنا بهالحالة هذه هو الثيتا فقط. ولذلك راح نقوم هسه احنا وياكم بهاي الاشتقاق ونشوف النتيجة دي وين راح نوصل. إذا اشتقينا دي، هذا اللون ما يعجبني خلنا نغيره والله، إذا أخذنا هذا اللون أحسن، أوكي. فإذا قلنا دي سيجما إكس برايم راح نشتق المعادلة رقم 2 with respect to theta، فمثل ما قلنا الحد الأول اللي هو sigma x plus sigma y over 2 هذا ثابت، فالمشتقة مالته هي صفر. الحد الثاني أيضا sigma x minus sigma y over 2 هو ثابت، مشتقة الكوساين 2 theta، مشتقة الكوساين هي minus sign 2 theta، ومشتقة الزاوية هي 2، نزل الإشارة بلس، تاو إكس واي مثل ما قلنا هو ثابت، مشتقة الساين هي كوساين 2 ثيتا، ومشتقة الزاوية هي 2. إذا سوينا هذا الاشتقاق إلى صفر راح نجد الثيتا بي بهالحالة هذه. نقدر إنه نختصر هذه الاثنين مع هذه الاثنين، فراح بالنتيجة وننقل ونرتب راح تكون sigma x minus sigma y في sin 2 theta تساوينا 2 tau x y، هذا خلينا نكتب عليها theta p cosine 2 theta p. طيب بمعنى انه tan 2 theta p راح تساوي عندنا 2 tau x y over sigma x minus sigma y، او ممكن نسهلها ايضا ونقول tan 2 theta p تساوي لنا tau xy over sigma x minus sigma y over 2. وهذه المعادلة اللي احنا دا نبحث عنها، هاي راح نسميها معادلة رقم 5. معادلة رقم 5 هي معادلة مثلث،
هذه هي 2 ثيتا بي. الضلع المقابل راح يكون تاو اكس واي، والضلع المجاور هو سيجما اكس ماينس سيجما واي اوفر 2. وهذا الضلع الاخير راح نسميه ار، ف ار سكوير يساوي لنا مربع مجموع الضلعين القائمين اللي هما تاو اكس واي سكوير بلس سيجما اكس ماينس سيجما واي اوفر 2 سكوير، و ار يساوي لنا سكوير روت لهذه القيمة. تمام. هسا قدرنا انه نستخرج قيمة ثيتا بي. طيب اذا اردنا انه نعرف قيمة الماكسيمم ستريس شلون نقدر نطلعها؟ بكل بساطة نعوض قيمة هذه التان 2 ثيتا بي في هذه المعادلة اللي هي سيجما اكس برايم، معادلة رقم 2. فاللي راح اسويه انه راح اخذ هذه المعادلة وانقلها للاسفل، والآن راح نعوض. فش راح يكون عندنا؟ أقصى إجهاد سيجما ماكسيمم راح نسميه سيجما 1 يساوي لنا سيجما X plus سيجما Y over 2 plus سيجما X minus سيجما Y over 2 في كوساين 2 ثيتا. قيمة كوساين 2 ثيتا ناخذها من هنا. كوساين 2 ثيتا راح تساوي لنا الضلع المجاور اللي هو هذا مقسوم على الوتر اللي هو ار، فهي راح تكون مضروبه في سيجما اكس ماينس سيجما واي اوفر 2 مقسومه على ار زائد تاو اكس واي في ساين 2 ثيتا، والساين 2 ثيتا أيضا نطلعها من هذا المثلث اللي هي تساوي لنا المقابل على الوتر، فتنضرب في تاو اكس واي اوفر ار، أو هذا راح يساوي لنا سيجما اكس بلس سيجما واي اوفر 2 بلس sigma x minus sigma y over 2 square على r plus tau xy square over r. نقدر نسهلها اكثر، نقول sigma x plus sigma y over 2 plus sigma x minus sigma y over 2 square plus tau xy square over r بصفة عامل مشترك، والr هنا لننسى قيمته هي هذه القيمة اللي موجودة تحت الجذر التربيعي. اللي هي نفسها sigma x minus sigma y over 2 square plus tau xy square. وبالنتيجة النهائية فإنه سيجما 1 تساوي سيجما x minus سيجما y plus سيجما y over 2 plus الجذر التربيعي لسيجما x minus سيجما y over 2 square
plus tau xy square. هذه معادلة مهمة جدا، وهذه هي المعادلة رقم 6. الآن هذه القيمة هو الـ average stress، صح؟ صح. وهذه القيمة هي R. إذن معناها سيجما 1 يساوي إن الـ average stress plus R، والسيجما 2 اللي هي أقل إجهاد ممكن يظهر بنفس الحالة راح نجد إنه هي سيجما average minus R. فإذا كان R هو الراديوس لدائرة معينة، فإن السيجما average راح يكون هو السنتر لهذه الدائرة. بمعنى آخر، إذا رسمنا إحداثيات سيجما وتاو، المحور السيني هو النورمال ستريسز، والمحور الصادي هو الشير ستريسز. فراح ترسم نقطة هنا، خلينا نبسط، خلينا نرجع للأساسيات. الأساسيات هي أنه هذه الإليمنت اللي كانت موجودة عندنا، هذه قيمة سيجما إكس، وهذه قيمة تاو إكس واي، وعندنا أيضا سيجما واي. أوكي، خلينا ننقل هالمكان آخر حتى ما بايق الرسم. خليه هنا. أوكي، فإذا كانت إذا كان عندنا نريد نرسم دائرة، نريد نمثل هذه الإحداثيات، فإحنا راح نمثلها بالطريقة التالية. راح نمثلها إذا إجينا لهذا السطح، فهذا عليه إجهاد شد قيمة سيجما إكس، يعني هو موجب، وليكن مثلا قيمة سيجما إكس هنا، وعليه إجهاد قص عكس، يعني يفر هذه الإليمنت عكس اتجاه عقارب الساعة counter clockwise، يعني معناها سالب. فراح يكون هذا minus tau xy، فراح تكون هذه هي النقطة الأولى اللي هي sigma x tau xy. أوكي، وإذا أردنا أنه نمثل النقطة الثانية بالإجهادات التي تعمل على هذا السطح، ولتكن مثلا قيمة سيجما واي هنا، ويعمل عليها إجهاد قص يعمل على تدوير هذه الإليمنت باتجاه clockwise، باتجاه عقارب الساعة، فمعناها موجب. راح تظهر عندنا الزوج الثاني من الإحداثيات اللي مثل النقطة الثانية اللي هي سيجما واي تاو إكس واي. أوكي، صار عندنا نقطتين. طيب الآن أقدر أرسم دائرة تمر بهذه النقطتين. عذروا سوء الرسم مالتي، بس اعتبروها هي هاي الدائرة. مركز هذه الدائرة center يقع في هذه النقطة، وهذه النقطة إحداثياتها هي سيجما x plus سيجما y over 2. أخذنا هاي القيمة
وهاي القيمة، هذه سيجما X وهاي سيجما Y، وهذين القيم طلعنا الأفرج مالتهم فطلع عندنا السنتر. هذه القيمة من هنا لهنا، عيدها من جديد، هذه القيمة من هنا لهنا هي ماينس تاو اكس واي، ومن هنا لهنا هي تاو اكس واي، وهذا الخط الواصل بيناتهم. تعرفون ايش طلع عندنا؟ هذا المثلث، او هو هذا المثلث هو نفسه بالضبط بالضبط هذا المثلث هنا، هذه تاو اكس واي، والقيمة الأفقية إذا نرجع نشوفها هنا، هاي القيمة الأفقية من هنا إلى هنا هي قيمة سيجما اكس ماينس سيجما واي، تطلع لنا المسافة من هنا لهنا، واحنا نريد نصها فنقسمها على اثنين، فهذه هي سيجما اكس ماينس سيجما واي على اثنين. وبهذا الرسمة عندنا مور سيركل. طيب اقصى اجهاد ممكن نحصله اذا كان هذا هو الار راديوس مثل ما قلنا عليه، واللي قيمته تساوي جذر مربع هذه المسافة زائد مربع هذه المسافة، فعليه سيجما 1 أقصى إجهاد ممكن نحصله يكون بهاي النقطة، واللي قيمته هي سيجما أفرج اللي هو السنتر بلس المسافة منا لهنا اللي هي تساوي لنا R. وأقصى قيمة إجهاد ممكن أقص ممكن نحصله اللي هو تاو ماكس، وهو أيضا قيمته تساوي R. وببساطة شديدة هذه هي مور سيركل. أتمنى أنه اشتقاقها فاد الجميع، راجعنا معلوماتنا وعرفنا شلون مور سيركل تم اشتقاقها. بالمناسبة حتى نعرف الساين كونفنشن وين الموجب وين السالب، بالنسبة للنورمال ستريسز اللي هن سيجما اكس سيجما واي، فالبوزيتيف هو اذا كانت تنشن، والنيجاتيف اذا كانت كومبريشن، هذه متعارف عليها. طيب وبالنسبه للتاو اكس واي، فايهما القيمه الموجبه وايهما القيمه السالبه؟ القيمه الموجبه اذا كان هذا الاجهاد يقوم بتدوير الاليمنت باتجاه عقارب الساعة، يعني إذا كان التدوير بهالطريقة هذه فهي موجبة، وإذا كان التدوير بالعكس counter clockwise سالبة. شلون نقدر نحفظ هذا الموضوع؟ بكل بساطة احفظ انه الجملة التالية اللي هي in the kitchen the clock is on top and the counter is on bottom. The clock on the top and counter on the bottom. The clock clockwise هو بالtop اللي هو فوق ال x axis اللي هو هنا مثل السيجما، والكاونتر هو بالbottom أسفل هذا فيكون سالب. فهذا هو sign convention. مدام أنت عرفت هنا نتيجة الإجهادات اللي موجودة عندك وبتمثيل more circle، تستطيع أن تجد maximum stresses والminimum stresses اللي موجودة على هذه الدائرة، واللي تعرف لنا في مرحلة لاحقة من دراستنا راح نعرف انه هاي إلها علاقة بنظريات الفشل. لماذا سميت مور سيركل؟ نسبة إلى مهندس ألماني اسمه مور وجد هذا التمثيل البياني اللي يمثل لنا الستريسز والستريسز الناتجة نتيجة التدوير. هذا الرجل وجد هذه المعادلة أو هذا التمثيل البياني وجد نياب بالقرن التاسع عشر، لذلك سميت على اسمه. العموم نتمنى أنه كانت هذه محاضرة مفيدة، ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرات أخرى. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. مع السلامة.